السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعي قناة أطفالي في كي جي، أهلا وسهلا بيكم، دايما منورنا القناة. إن شاء الله بتساعد في تأسيس الأطفال بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وكمان هيبقى فيه أنشطة كتير، أنشطة تعليمية ووسائل تعليمية، وكمان هيبقى فيه حواديت وأغاني. وياريت كل الناس اللي بتتابعنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، والناس اللي بتشوفنا لأول مرة ياريت ما تنسوش تدوسوا على كلمة سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان إن شاء الله يوصلكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنحكي حدوتة القرد الأمين. كان يا مكان كان في يوم سفينة كبيرة خالص خالص ماشية في البحر، وكان بالنهار والشمس كده كانت جميلة جدا جدا وطالعة في السماء، وكان في راجل في السفينة ديت بيبيع لبن. الراجل بياع اللبن دوت كان معاه ايه؟ كان معاه القرد بتاعه. الراجل كده كان كل يوم يبيع اللبن للناس ويكسب فلوس، بس الراجل بياع اللبن دوت يا حرام كان كده غشاش. عارفين يعني ايه غشاش؟ كان كده كل كوباية لبن بيحط عليها كوباية مية. طبعا ده كده حرام جدا جدا جدا. عارفين ليه يا حبايبي؟ عشان كده ما ينفعش نغش الحاجة. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ما نغشش في الحاجة بتاعتنا. يعني مثلا ما ينفعش كده نعمل ايه، نحط كده اللبن وعليه شوية مية، كده حرام جدا جدا جدا. المهم القرد كده كان شايف صاحبه وهو كده بيستخبى، بيحط كده كوباية المية عليها كوباية ايه؟ عليها كوباية لبن. طبعا ده كده حرام جدا جدا. القرد زعل جدا جدا من صاحبه، وطبعا الراجل بياع اللبن كان فرحان جدا جدا ومبسوط عشان كسب كتير فلوس كتيرة خالص. كل شوية يبيع كوباية لبن من مغشوشة بالمية ويحط ايه؟ ياخد الفلوس بتاعتها ويحطها فين؟ في الكيسة بتاعته ديت اللي مليانة فلوس ديت. القرد طبعا عشان كان زعلان شاف صاحبه بالطريقة ديت عمل ايه؟ جري 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 خطف كيسة الفلوس بتاعت صاحبه، وعمل ايه؟ طلع يجري بسرعة بسرعة بسرعة، وطلع فين؟ طلع فوق على الشراع اللي هو الحبل كده اللي هو بيبقى فوق خالص في المركب في السفينة. وعمل ايه القرد القروب دوت؟ فتح الكيسة بتاعت الفلوس، وكل شوية يمسك جنيه يرمي جنيه في البحر، والجنيه التاني يرميه في المركب، يرمي جنيه في البحر وجنيه في المركب. والراجل تحت بتاع صاحب القرد، الراجل اللي بيبيع اللبن دوت، عمال يصوت انت جرالك ايه؟ اديني كيسه الفلوس بتاعتي، حرام عليك، ده شقايا، ده تعبي، انت واخد الفلوس بتاعتي ليه؟ بتعمل كده ليه؟ ايه اللي حصل لك؟ انت بتقيت بتعمل تصرفات مش كويسه كده ليه؟ والقرد عمال يضحك وبرضه بيعمل اللي هو بيعمله، يرمي كده جنيه في البحر والجنيه التاني يرميه فين؟ في المركب، لحد ما كيسة الفلوس خلصت خالص وفضيت. والراجل كده هيتجنن، يا حرام انت بتعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت طول عمرك بتسمع كلامي، ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك؟ قام القرد كده رفع ايده فوق على السماء للسماء كده عشان صاحبه يفكر ان هو كده عمل ايه، كده زعل ربنا منه. ليه يا حبايبي زعل ربنا منه؟ علشان كده هو غش اللبن، حط كده كوباية لبن عليها كوباية مية، وكده حرام. ربنا كده طبعا هيزعل من مين؟ من الراجل صاحب من الراجل بياع اللبن ده. فهو كده القرد عمل ايه؟ انتوا فاهمين هو عمل ايه؟ الراجل حط كوباية مية، كوباية المية ديت اللي هو لما كان القرد بيرمي الفلوس بتاعته فين؟ بتاعته في المركب، يبقى ديت كده فلوسه. إنما الفلوس التانية اللي رماها في البحر عشان ايه؟ عشان الفلوس ديت بتاعت المية اللي هو غش بيها اللبن. فهو كده بيقوله انت كده أخدت حقك، بس حق الفلوس اللي انت كده الشغل بتاعك اللبن اللي انت بعته، أنا رميت لك فلوسه فين؟ في المركب عشان تاخدها. انما الفلوس التانية ديت انت غشيت بيها، وانا بخاف عليك عشان انت صاحبي، انا مش عايزك تغضب ربنا منك، عشان كده انا عملت ايه؟ عشان كده انا رميت الفلوس التانية في البحر.
وطبعا كده القرد كان قاعد مبسوط جدا جدا ان هو ساعد صاحبه، بس هو كده صاحبه كان متضايق عشان هو ما كانش فاهم. فبعدين الراجل كده لما قعد يفكر شوية في الموضوع فهم ان كده القرد بيحبه ومش عايز ربنا يبقى زعلان منه ومن تصرفاته اللي مش كويسة ديت. فبعد كده القرد كده كهو زعلان خالص علشان صاحبه كده كان ايه، كان بيغش اللبن. لما كده الراجل فهم كده الموضوع قال يا ربي كده سبحان الله يا رب ان انت كده بعتلي القرد دوت، انت فعلا صاحب جدع وصاحب كويس، عشان كده نبهتني ان انا المفروض ما اخدبش ربنا وما اعملش حاجة مش كويسة واغش في اللبن بتاعي، المفروض كده كنت بعته من غير ايه، من غير ما اغشه. وكده كل حاجة رجعت لاصحابها، الحق رجع لاصحابه. المية كده اخدت الفلوس بتاعتها التاجر كده الغشاش غش بيها، والفلوس بتاعت اللبن الراجل اخدها. احنا كده هو ايه، كده الحق رجع لاصحابه. والبتاع الراجل صاحب القرد قال يا رب سبحان الله انت كده بعتلي القرد دوت هدية، الحمد لله ان انت موجود في حياتي عشان تنبهني ان انا عملت حاجة غلط، وانا ندمان يا ربنا، انا اسف ان انا عملت حاجة غلط. والراجل كده بياع اللبن تاب لربنا سبحانه وتعالى، وقال كده وعد القرد ان هو عمره ما هيغش اللبن تاني ولا هيغضب ربنا منه، وهيبقى كويس وهيخلي باله من تصرفاته بعد كده علشان ربنا يحبه. هاي حبايبي كده خلصنا الحدوتة بتاعتنا. مين شطور بقى كده يعرف يقول لي الراجل بياع اللبن دوت عمل ايه، حاجة غلط وحشة جدا جدا ربنا زعل منه فيها؟ مين عارف؟ عارفة؟ قولي يلا. انا قولي يلا. عمل ايه؟ حط ازازة لبن. ها؟ حط نقطة مية اداها للناس. برافو عليكي، غش اللبن بالمية، كوباية اللبن عليها كوباية مية، وكده طبعا حرام. طب القرد عمل ايه؟ حمل ايده لفوق فوق السماء، فكده ايه فصاحبه عرف. برافو، هو كده اخد كيسة الفلوس وجري بسرعة بسرعة، رمى نصها في المية ونصها في البحر، ورفع ايده للسماء عشان صاحبه يبص فوق على السماء عشان يفهم ان ربنا سبحانه وتعالى شايفه. وكده ما ينفعش، المفروض ان احنا ايه، نخلي بالنا وما نغضبش ربنا بتصرفاتنا. احنا كده حبايبي خلصنا حدوتة النهاردة القرد الامين، واستنونا في حدوتة جديدة. وكل سنة وانتم طيبين، وياريت كده نخلي بالنا ان احنا ما نغشش وما نعملش تصرفات مش كويسة عشان ربنا يحبنا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان الفيديو عجبكم ياريت ما تنسوش تدوسوا على لايك وتعملوا شير. باي باي.